لا اتكلم بقى كده. بص بس حمود ابدأ استنى هنا استنى ابدأ صوتك ابدأ كله ما خلاص ابدأ بقى اهو. وانا اتكلم. تم ابتكار فكرة وهي تلوين الرخام المعروف علميا بالصخر النصوبي المسمى والمسمى الشائع بتاع والمسمى الشائع في مصر فيليتو. طبعا احنا دلوقتي بصدد الالوان وبصدد الفكره. هنا الرخامه دي اسمها المسمى الشائع فيليتو، المسمى الشائع لدينا في مصر الفيليتو، والاصل صخر اسود. الوان هنا منه لونين، اللون الاصفر اللون الاصفر واللون الازرق اللون الازرق. نرجع هنا دي اللاين ستون في اصل الرخام. هنا في قلب الرخام هنا اللون الثاني اللون الاصفر. هنا اللايم ستون غير مسبوغ، اللايم ستون هنا غير مسبوغ، هنا اللايم ستون هنا غير مسبوغ، اللايم ستون هنا غير مسبوغ. طبعا احنا قدرنا نتحكم في ان اللايم ستون التجازيع دي نتحكم فيها انها ما يخش لهاش لون، وقدرنا نتحكم فيها انها يخش لها لون. هنا نفس النوعية نفس النوعية الفليتو، هنا اللايم ستون غير ظاهر، تم هنا صباغة اللايم ستون، اللايم ستون هنا تم صباغته. في الشكل هنا في الشكل الثاني اللايم ستون على لونه الطبيعي لم يتم صبغته. هنا اللايم ستون هنا هنا كده على اصله لا يتم صباغته، طبيعي على نفس اللون، وهنا طبيعي على نفس اللون، وهنا طبيعي كده على نفس اللون. دي نوعية مختلفة خالص المسمى بالصخر الرسوبي برضه، بس مختلفة في المسمى الشائع في مصر هو سلفا. سلفا ودي السلفا دي قبل التلوين ودي بعد التلوين. قبل التلوين بعد التلوين. طبعا هنا اللون بداخل الرخامة من جوه.